تقرير من القاهرة لمنى عشماوي. معاهدة كامب ديفيد بعد حياة مليئة بالنضال في المناحي الحزبية والاجتماعية والسياسية، ترحل نصيرة المرأة في صمت عن عمر يناهز 79 عاما، لتترك الكاتبة فتحية العسال وراءها أكثر من 57 مسلسلا وعشر مسرحيات. إنها رئيس جمعية الكاتبات المصريات وأمين عام اتحاد النساء التقدمي، تم اعتقالها عدة مرات بسبب كتاباتها الجريئة عن قضايا المرأة ومواقفها الشجاعة ضد أي فساد أو ظلم. كل أفكارها عن الحرية وعن حرية المرأة وقضايا المرأة عموما، نشطة ومناضلة في كل مناحي حياتها. نضلنا سوا واصطدمنا سوا مع السلطات واتسجننا سوا، بس هي في سجن وانا في سجن. نضال فتحية يمتد اكثر من 50-60 سنة، نضال متواصل لم يتوقف لحظة واحدة. خسارة فادحة، وياريت يبقى فيه نماذج كتير جدا من فتحية العسال، المجتمع يتغير بالنماذج دي. دي كانت أمي التانية يعني، فالله يرحمها ويحسن إليها ويصبر صفاء ويصبر جميلة ويصبر أستاذ صلاح ويصبرنا جميعا على الابتلاء ده يعني، والحمد لله عند أحسن مننا كلنا. كان مكان العزاء في مسجد عمر مكرم بالتحرير، ملتقى لنجوم الفكر والسياسة والفن يختلفون في اتجاهاتهم وأيديولوجياتها ويتفقون على شيء واحد، أن فتحية العسال سيدة وقفت بجانبهم جميعا كتفا بكتف في ميادين السياسة والفكر والأدب. أثر في تكوين شخصيتها عدة أمور، لعل من أهمها أنها قامت بتعليم نفسها بنفسها القراءة والكتابة. أبو عمار بيطلع هو والفلسطينيين من بيروت، كانوا بيودعوهم بالرصاص، كله الماتيريال كله كان بيجيلي عندي في التلفزيون عشان أعمله مونتاج عشان الأخبار. وأنا بتفرج على الماتيريال لقيت فتحية العسال واقفة تحت الرصاص. رحلت المناضلة الست الجدعة صاحبة القلب الكبير، رحلت الكاتبة التي لها في التاريخ المئات من الأعمال الأدبية والبطولية، رحلت فخلفت من ورائها آلافاً مؤلفة من المحبين والعاشقين. رحلت فتحية العسال. منى عشماوي، الجديد من القاهرة.